بفرح كبير استقبل الإيطاليون نبأ القبض على اثنين من أخطر قيادات المافيا في صقلية والمعروفة باسم كوزانوسترا. الموقوف الأول جوفاني نيكي وهو الرقم الثاني في منظمة المافيا وعمره 28 عاما، كان يختبئ في منزل مجاور لقصر العدل في مدينة باليرمو، تبحث عنه الشرطة الإيطالية منذ 3 سنوات، وسينفذ فيه حكم بالسجن لمدة 18 عاما بتهم الابتزاز والاشتراك بأعمال المافيا. أما الموقوف الثاني فهو جيتانو فيدانزاتي، ويصنف بأنه الرقم 3 في المنظمة، عجوز عمره 74 عاما، ألقي القبض عليه في مدينة ميلانو. وعبر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني عن فرحة عظيمة بإلقاء القبض على الرجلين، معتبرا ذلك أفضل رد على الشائعات التي اتهمته بالعمل مع المافيا. ويبقى التحدي بالنسبة للشرطة الإيطالية اليوم القبض على رأس المنظمة، والذي يعتقد بأنه ماتيو ميسينا دينارو البالغ من العمر 51 عاما والهارب منذ العام 1993.